طيب بعد ما عرفنا الإحباط، تفتكري إيه هي أسبابه؟ اسبابه مش عارفه من الكلام اللي حضرتك قلته اسبابه، انا يعني الشخص المحبط نفسه يعني هو اكيد من اهم اسباب الاحباط ارتفاع سقف التوقعات من غير اعمده من التفاؤل والمجهود. تاني، طب اهم اسباب الاحباط ارتفاع سقف التوقعات من غير اعمده من التفاؤل والمجهود. ارفع سقف توقعاتك زي ما انت عايزه، بس لازم يكون عندك الاعمده دي. طيب عندي سؤال دلوقتي يا دكتور، لما في ناس دايما ايه بيجي لها صدمات شديده جدا ناتجه عن الاحباط، وبيتقال لهم انتوا مشكلتكم ان كان الطموح اكبر من الامكانيات، في حاجه اسمها كده؟ لا مفيش حاجه اسمها كده. بس من ضمن الخطوات العشره اللي هندرب الناس عليهم النهارده هي مساله ان انت اطلق العنان لطموحك وابدا بامكانياتك. اشتغل على الامكانيات يعني. من اهم الاخطاء اللي الناس بتقع فيها يا مها، ان حتى في فهمهم للدين بيجيبوا منه اللي يفهموا منه ان هم قليلين. يعني احد الناس لقيته بعت رساله على الصفحه عظيمه جدا، والحقيقه الشباب عندي يعني اتفاجئوا بيها، لقيته بيقول لي كل الكلام اللي انت بتقوله عن التحفيز وعن القدرات وعن الامكانيات والطاقات، الكلام ده يتعارض شرعا مع الحديث الصحيح اللي بيقول رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. هو الحقيقه انا ما ردتش عليه، ما خليتش حد حتى المساعدين يرد عليه، وقلت ده احنا هنرد عليه في حلقه الاحباط على الهواء. انت عارفه يعني ايه رحم الله امرئ عرف قدر نفسه؟ قدر نفسي احد اساتذتي دكتور الطريري ربنا يصبحه بالخير كان دايما يقول لي ايه؟ يقول لي لو عرفت قدر نفسك فعلا انت عرفت قدر ربك بجد. قدر مش نفسي وطلعني. مش ان انا قليل، قدر نفسي كبير، ده العكس تماما. العكس قدر نفسي ان ربنا كرمني على سائر المخلوقات، كده بقول لحضرتك احنا السبب في الاحباط. كرمنا بني ادم. قدر نفسي ان ربنا خلى الملائكه تسجد لي انا في صفه ابويا ادم، تمام، ان خلى كل الملائكه دي تسجد لهذا الكائن البشري. قدر نفسي ان ربنا خلى الاساءه للنفس دي ظلم، وخلى الاساءه للنفس جرم، وخلى العمل الكويس للنفس في عمل صالح بيعقب. يعني اللي بيسيء لنفس بني ادم خلاص الفساد في الارض حتى لو ده موجود يبقى انت كده وقعت في مشكله كبيره. طب صلاح النفس يبقى صلاح للارض كلها. تمام. قدر نفسي هو ان ربنا خلاني خليفه في الارض. قال اني جاعل في الارض خليفه، قالوا اتجعل فيها اللي بيعمل ايه؟ اللي بيبوظ الدنيا، من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قدر نفسي ان ربنا قال عني للملائكه اني اعلم ما لا تعلمون. قدر نفسي ان ربنا علمني اللي ما علموش للملائكه. وعلم ادم الاسماء كلها. ده يعني كان لازم بس كل نوضح له علاقه بمساله رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. فانت لو عرفت فعلا قدر نفسك انت هتبقى مرحوم في الدنيا لانك هتنعم بالجنه. طيب. اللي ربنا اداها لك.